عودة مشاهدينا لمتابعة فقرات أجندة اليوم، فقرتنا التالية جريدة اليوم. هو عندنا اسم الله أكثر من جريدة بالبلد، شي 13-14 قديش عندنا؟ صباح الخير استاذ ربيع بركات زميلنا. صباح النور، أهلا. عندك فكرة كم جريدة عندنا بلبنان؟ ما عديته. ما عديته. هلا بنعمل جولتنا بتمرق على 11 أو 12 جريدة، أكيد هول الصادرين باللغة العربية. باللغة العربية في عندك الإنجليش والفرنسي والأرمني. صرنا ب 15-16 جريدة. يمكن هلا زادوا وحدة. إيه ما فيك تعرف. بس أنا الإعلام ما بيسمح. أنا الإعلام ما بيسمح، في مواقع الإلكترونية بتعوض، قول يعني هي نوع من جريدة بالنهاية. رح نبلش نحن وياك نقرا بصحيفة النهار أول شيء. برج باب الحكومي واستدارة إلى المطامر، بري لا أحلف في الاستحقاق الرئاسي. طبعا سلام يفعل للجنة الوزارية بعد انتهاء المهلة اليوم لتسلم المستندات الروسية. الحريري سنشارك في كل الجلسات الانتخابية وليربح من يربح. شو تعليقك؟ استدارة إلى المطامر، يعني بعتقد مسألة النفاذ هلا بدنا نرجع نشوف فصل جديد منها. هيدي لم تقفل السنة الماضية، ونحن هلا على مشارف موعد جديد. أنا بظن إنه هذا الاستحقاق يرجع يفرض حركة بالشارع بعد فترة. عودة الحملات اللي شفناها. عودة الحملات هلا يمكن بشكل منقح، يمكن بشكل أكثر ناضج، يمكن مع تجاوز بعض العثرات يلي صار في خبرة. يعني أنا بظن إنه الحراك هو نفسه، الحركة الاحتجاجية شو ما بدنا نسميها، كان عندها قدرة إنها تزخم نفسها وإنها تستفيد من الفشل أو شبه الفشل يلي الدولة عم تعاني منه على أكثر من مستوى. هلأ التحدي الأساسي إنه تقدر ترجع تعيد إنتاج نفسها بشكل أكثر نضجاً، خصوصي إنه الحكومة ما انتجت اي حلول ناضجه. يعني بس مطلوب من الناس تشارك هالمره، مش يتركون لوحدهم للشباب، لانه في مندسين بيناتهم، وكان معروف انه هذا الاندساس هو لتفشيل هذا الحراك لانه عارفين وين بدهم يروحوا. مطلوب من الناس تشارك بعتقد، ومطلوب انه يكون في جو اعلامي بيسمح بنمو هيدي الحركه بشكل ايجابي مع نقد بناء، لانه بالاخر من دون نقد بناء ما حيكون في تطور بشكل افضل، لانه بعض الوزراء مطنشين على الاخر، يعني هن معنيين بالامر مطنشين على الاخر واخر همهم وماشي الصفقات، وهن عارفين شو عم بيصير بس هيدي ما هو شلف حكي بس على رئيس سلام. هيدي مش بحد ذاتها، انه في البعض عم بيقول انه السنه الماضيه طيب شدنا حراك بالشارع، شدنا عدد كبير من المظاهرات بس ما ودت لنتيجه. هذا صحيح انه بالنتائج الملموسه ما في بعد لهلا، بس يمكن اهم شيء حصل السنه الماضيه انه في بقاموسنا اللبناني مصطلحات ما كانت متداوله رجعت صارت يتم التداول فيها، المحاسبة. مثل المحاسبه والشفافيه والرقابه وكذا وهيك. لما بدها ترجع تختفي هيدا عن جد بنكون ما عملنا شيء. انا برايي هيدا اهم شيء، اهم من النتائج انه يكون في اولا اليات ويكون في اعاده انتاج لمفاهيم بتسمح بالعمل السياسي، الحد الادنى من العمل السياسي اللي هو منه موجود بالبلد، ولذلك بنطلع او بنسمع وزراء عم بيحكوا بهيدي اللغه أو عم بيقوموا بهذه السياسات. بالكمان عناوين صغيرة وبالتحقيقات بصحيفة النهار، H1N1 يعرض اللبنانيين للخطر، مثل ما عم نسمع أنه كل المستشفيات مليانة، وكنا عم نحكي قبل شوي أنه حتى صاروا عم يفصلوا اللي معهم درجات حرارة مرتفعة عن بعضهم بالغرف، بيصير بالغرفة واحد واحد خوفا من انتقال بعض الفيروسات لأنه ما عم بيعرفوها شو هي. منروح لصحيفة تانية ومن النهار إذا ننتقل أيضا بجولتنا على عناوين الصحف، ننتقل لصحيفة صحيفة الأخبار. الأخبار عنونت إسرائيل ترد على خطاب نصر الله، مشكلتنا معه أنه صادق. قهوجي طائرات السوبر توكانو قادمة. سمع فيهم هالطيارات انت شي مره؟ سوبر توكانو مثلا؟ بقدر عد جرايد احسن ما احسن ما احسن ما فند لك هيدي اللفه. وايضا بالصوره فضيحه شينوك في مطامر الحكومه، صوره الزباله يلي صار لها 7 أشهر للاسف على طرقاتنا متبعثرة، والفضيحة اللي ارتبطت بشركة شينوك اللي اليوم مفروض تقدم 7 أشهر يومين. هي المشكلة بتعرفوا انه صورة الزبالة قسم منها من الارشيف، انه عم بتذكرنا شو كان فيه من اشهر، والبعض الزبالة بعده موجود. بس نحن بعد اسبوع في احتمال كبير انه ترجع زبالة اكثر واكثر بعد ما سوكلين توقف تلم. يعني ما رح نشوف يعني الصورة رح تكون زبالة من دون معزوم اوت اذا بدك. للأسف. هلا بالعنوان
إسرائيل ترد على خطاب نصر الله مشكلتنا معه أنه صادق. يعني أنا بعتقد أنه الخطاب الأخير للسيد حسن نصر الله الهدف الأساس منه كان شأنه شأن خطابات سابقة إعادة الاعتبار لمسألة الردع، لأنه هيدا هو شيء بالنسبة لحزب الله الأساسي يلي بيحمي المعادلة الموجودة بجنوب لبنان، بمعنى أنه الخطاب منه بس كلام مجرد صف كلام، الخطاب هو التركيز على معطيات معينة يد حزب الله بتسمح أنه تحافظ على قدر معين من توازن الردع. ولذلك لما مسؤولين إسرائيليين يعتبروا أنه ما في الخطاب في قدر عالي أو قدر كبير من الخطورة، هذا بعتقد بيعني يعني بالنسبة لحزب الله صدقوا بيخوفهم، لأنه بس هو بيعني لحزب الله أنه جاب النتيجة المرتجاة يعني. مظبوط المطلوب. بصحيفة الجمهورية بري لا مؤشرات إيجابية للانتخاب، وطبعا كمان الحدث أو الخبر اليوم بصفحة الأولى الرجوع عن خطأ النفايات فضيلة، وبالتالي كمان صورة للنفايات. بكرة أنتوا لما تقروا بالجرايد أنه عنا رئيس جمهورية ما حتستغربوا، مش هيدا حيكون الحديث تبعنا؟ فاليوم الحديث عن هلا انه تعودنا وخلص، هيدا صار شيء العام، شيء الاساسي انه ما في رئيس جمهوريه. بس نبيه بري عم باكد لا مؤشرات ايجابيه للانتخاب، لا مؤشرات يعني باثنين الشهر ما في رئيس جمهوريه، بالتالي نحن الى اجل غير مسمى. مساله رئاسه الجمهوريه مرتبطه بملفات عديده، مش بس بالداخل حتما، ونحن بنعرف هذا الشيء، هيدي مرتبطه ملفات اقليميه متشابكه وبضوء اخضر من هون او احمر من مكان ثاني. بس بشكل يعني لحتى نحط ايدنا على اول شيء، الاستقطاب بعده على حاله، ترشيح رئيس الحريري لسليمان الفرنجيه بعده يعني لن يمر الى منتهى، لانه العماد ميشيل عون بعده ما زال المرشح ويعتبر نفسه المرشح الاول والاحق لرئاسه الجمهوريه. ما في حل لهذه التعقيدات. الحل او ما قد يؤثر على مساله رئاسه الجمهوريه هي التطورات للاسف يعني بالمحيط بسوريا تحديدا. طيب انت بتشوف انه مثلا الرئيس الحريري اذا ما في جلسه باثنين الشهر بيكون بيبقى بلبنان او ما بيكون غادر؟ ما بعرف اذا الحريري بيعرف. حلو الجواب. بنروح لصحيفه ثانيه اللي هي صحيفه المستقبل. إذا صحيفة المستقبل عنونت الحريري للمستقبل لتعطيل التعطيل ولمنع تأثير الصراعات الخارجية على الداخل، النفايات تعود إلى نقطة الطمر. يعني الحديث أنه رح نرجع للمطامر. ما هو يعني أسوأ ما في الأمر أنه يكون في خطة يرجع يصير في إفشال لها، وبعدين بعد جملة من الاقتراحات نرجع ندور الخطة الأساسية، يكون ضاع كمية كبيرة من الوقت، هدر مال، هدر وقت وهدر صحة. صح. كمان في عنوان بالمستقبل بيقول الوفد النيابي إلى واشنطن لحماية القطاع المصرفي. طبعا هذا بعد الحكي اللي صار. بالنسبة لا هيدي يعني كمان المراد منها، وهيدي أوضحها نصر الله بخطابه السابق، إنه الهدف منها الضغط على حزب الله. القطاع المصرفي هو واحد من القطاعات القليلة بلبنان اللي ما زالت يعني شغالة بشكل كويس. طبعا هذه مسألة حساسة جدا، متابعتها هي رأس أولويات الدولة 100%، لأنه هو صمام الأمان إذا فينا نقول. ننتقل لصحيفة السفير. السفير عنونت أردوغان إلى أين بعد الانتكاسات السورية لحظة الخطر التركي، اصطدام متهاوية من حلب إلى لاذقية وإدلب. وبموضوع النفايات أيضا عنونت السفير، هل يفتح غياب حال ترحيل النفايات عودة إلى سرار؟ وأيضا ببعض التحقيقات مستشفى صيدا لا أدوية ولا أمصال. يعني موضوع المستشفيات اللي حكينا عنه، وبدنا نحكي هلأ بالتفصيل عن هل نعود إلى سرار. يعني كانت بالخطة السابقة، يعني الوحيد اللي لفت لها هي السفير هذا الموضوع. صحيح. يعني بالخطة السابقة كانوا عم بيقولوا عم بينبشوا على مطمر بالبقاع فشلوا، مطمر بالجنوب فشلوا، راحوا لسرار وبالطردية اللي صارت بعكار، ولكن وقت راحوا للترحيل يعني فشل الترحيل، نعود إلى سرار. يعني إذا من دون الخوض بالتفاصيل، الشيء يلي ثابت لحد هلا إنه نتيجة عدم التوافق ونتيجة الرغبة بالاستفادة، لأنه الكوميشنينج
الحاصلة أو الرغبة إنه يكون في يعني مردود ما من أي مشروع ترحيل أو تمر أو غيره، ونتيجة عدم الثقة ونتيجة عدم الثقة بالوزراء والاستهتار وغياب الرؤية، هيدا كله بيوصل لحالة تخبط، وهذا التخبط عم بيخلينا نسير بحلقة مفرغة. بنروح لصحيفة البلد، المطامر تتقدم على الترحيل وسلام يمهل 24 ساعة. كمان في عناوين داخلية، سنة على جاتو بيت الوسط والتمييع المستمر للميثاقية. لزميل جابرييل مراد هيدا المقال بالإشارة لمرور السنة على احتفال حريري بعيد مولد العماد ميشيل عون بيت الوسط من سنة، وكنا شهدنا من يومين استقباله للنائب سليمان فرنجية وعمل عشرة كمان على شرفه، يعني سنة على مرور هيدا الحدث. نشوف بعد سنة شو رح يصير. ممكن. العقار 161 حرب بيانات بين بلدية طرابلس ومعارضيها، وكمان بالمواضيع الخاصة بالبلد لبنان يثور على مناهجه من أجل مواطن فاعل. هيدي أبرز عناوين البلد. حطت صورة لمجلس الوزراء امبارح، ما حطت الموضوع الزبالة يمكن لأنه عم بيحكوا عنه، عم بيحكوا عن الموضوع بمجلس يعني الوزراء، يعني في هاي أو هاي. فإذن وننتقل من صحيفة البلد إلى اللواء، سلام يدشن سنة ثالثة لا انهيار ماليا وندعم السعودية دون تردد، الحريري لتعطيل مفاعيل التعطيل وعودة النفايات إلى أزمة المطامر. بعدنا بنفس الجو، كلام طبعا سلام مبارح يدشن سنة ثالثة، حكومته 3 أشهر كانت على أساس صاروا 3 سنين، رح يصيروا 3 سنين. في بعتقد كمان مسألة يعني لم تثر بشكل وافي، إنه قضية الترحيل أو عدم وجود قضية من الأساس بشكل مثل ما سبق، هيدي بتخفي بطياتها أو ما عاد تخفي، يعني كشفت إنه في عملية تزوير، كان عملية تزوير تويع، هيدي أخطأ. مسألة جنائية، هاي في بالآخر تبعات قانونية لها، هاي مش عم نحكي عن المكاشفة والمحاسبة وإلى آخره، كمان ملف أضيف لملفات هالقد من الفساد، وهيدا ناتج عن ملف فساد أصلا، يعني هي ملفات متناسلة، ملف بيولد ملف. بس هون السؤال، لأنه مجلس الإماء والأعمار امبارح عم بقول أنا ما خصني بالموضوع، واللافت أنه كيف ما خصك بالموضوع؟ مش أنت لازم تطلع على المستندات، على الوثائق اللي جاية، خي أكد فيها، يعني قبل ما توافقوا وتقول الدولة صرفنا، هو صرفنا أي مستند. إيه بس أنه صرفوا 30 مليار كرمال هذا، طيب على أي أساس صرفتون؟ مش صرفتون على أساس أنه عندكم وثائق، مين اطلع عليها؟ يعني إذا مش مجلس الإماء والأعمار ولا وزارة البيئة ولا رئاسة الحكومة، طيب مين اللي طلع عليها؟ مين هو هذا المهم يلي نزل بالباراشوت وقال لكم امضوا؟ يا حدا يطلع يقول الاسم. أسهل شيء تمييع المسؤولية، أسهل شيء تمييع المسؤولية وكب الطابة من ملعب لملعب، ويصير إنه الأمور إجرائية ومنشوف وكذا وإلى آخره. 500 مقاتل من تركيا إلى أعزاز، والأكراد يعتزمون مهاجمة الشدادي، موسكو تأمل بهدنة اليوم، تصريحات الأسد تخالف أهدافنا. شأن السوري اليوم كيف تقرأ، خاصة مع هيك الشد الحبال إذا فينا نقول بين واشنطن وروسيا؟ يعني شيء الأكيد، شيء ثابت، إنه التطورات الأوضاع الميدانية بسوريا مش لصالح المعارضة المسلحة، مش لصالح الفريق الإقليمي الداعم لهذه المعارضة، ولذلك عم نشوف إنه في شيء من التوتر التركي تحديدا حيال التطورات أو المستجدات يعني على الساحة السورية. بعتقد إنه أنقرة مترددة، ولو إنه عندها لها ما يدفعها إلى التدخل بشكل أو بآخر، وهي حصل هذا التدخل عبر قصف مدفعي على الجماعات، على حزب العمال الكردستاني أو القوات الحماية الشعبية المرتبطة بحزب العمال بشمال سوريا. أنا بعتقد أنه في لحظة معينة بعد ما يعني تثبت موازين يضطر الكل يرضى فيها، بدأ ترجع تدار عجلة التسوية. هذا لا يعني أنه جنيف المقبلة ستكون آخر جنيف. نحن نعرف بالحرب الأهلية اللبنانية اتفاق الثلاثي 85 على سبيل المقارنة، يعني يظن البعض أنه هذا سينهي الحرب الأهلية اللبنانية، ولكن انتهت الحرب بعد منه بست سنين، بعد ما فشل الاتفاق وبعد منه حصل أكثر من محاولة. أنا بعتقد أنه مخاض الحرب أو إنتاج تسوية الحرب الأهلية السورية بده ياخد وقت، والحرب على الإرهاب أصبحت
أكثر من أي وقت مضى، ومسألة اللاجئين لأنه هيدي إلى تداعيات كبيرة على أوروبا ناحية الهوية، وهي مسألة إنسانية كمان درجة الأساس قبل كل شيء. ففي يعني مسائل عاجلة وملحة، ما عاد حدا بالخارج تحديدا قادر أنه يتحمل استمرارها، بعد ما كان بالسابق في قدرة على ضبطها داخل الحدود السورية، وما في مانع كان ضبطها داخل الحدود السورية أنه هيدي ساحة معركة ونحن بنحاول نديرها من برا ونعمل توازنات من بعض من برا. هيدي طفحت للخارج وما عاد في إمكانية أنه تستمر لوقت طويل بعتقد، بس الحل بده ياخد وقت. نروح لصحيفة الأنوار. سلام يكشف عن أحاديثه مع المسؤولين الروس حول ترحيل النفايات، بس إنه ما أكدوا له شيء على فكرة، بس كشف أحاديث. الحريري يرأس اجتماع قيادي هيئات، يرأس على كرسي، على كرسي بالأنوار. الحريري إذن يرأس اجتماع قيادي هيئات تيار المستقبل، هو اجتماعا قياديا أو لا اجتماعا قياديا لهيئة تيار المستقبل، عم صلح لهم هلا بيختم مصحيح. الله يستر بكره بيفعلون الشغله بالشبكه. السيسي يشارك في جنازة عسكرية لبطرس غالي سفير روسي. تصريحات الأسد عن مواصلة القتال تتماشى مع موقف موسكو. واشنطن تبلغ روسيا بمواقع القوات الأمريكية في سوريا. وانفجار جديد في تركيا يقتل 6 عسكريين. يعني الإرهاب مستمر بضرب، وإصرار أردوغان على اتهام الأكراد بهذا الإطار، يعني استبعد نظرية داعش وأي. هلا طبعا دائما لما يحصل تفجير إرهابي أو غير إرهابي في جانبين للمسألة، في جانب التقني نحن نعرف بلبنان، في جانب التقني في جانب السياسي أو الاتهام السياسي. الجانب التقني نحن ما حنقدر نفنده أو نعرف مين حقيقة المفجر، ولكن بالجانب السياسي في مصلحة حاليا لتركيا أنا تركز على الموضوع الكردي، لأنه يكاد الأكراد بشمال سوريا يطبقون على الحدود يعني باستثناء بعض الجيوب، وهذا بالنسبة لتركيا خط أحمر. عبدو لفتو كمان بالصفحة الأخيرة، بس معنونينا بالصفحة الأولى بالأنوار، صوت شاكيرا في فيلم رسوم متحركة. تحبها لشاكيرا؟ ايه لفتي. أكيد مش صوتها. إذن منتابع بعناوين الصحف ومننتقل لصحيفة الشرق. عنوانت محمد بن سلمان سيقود 350 ألف جندي في المعركة لضرب داعش، ترحيل الترحيل والعودة إلى المطامر. حلو العنوان الأول، شو رأيك فيه؟ محمد بن سلمان سيقود 350 ألف جندي، يعني هو حلو بس تداعياته مش حلوة أبدا. لا القصد أنه يعني هيدا مش هيدا منه كلام واقعي. بس كان في حسب شهود عيان في كان حشود من الجيش السعودي بعمان تحضيرا لعمليات يعني لحتى نكون بس شوي منطقيين واقعيين. ما ممكن أنه أول شيء السعودية نفسها، المسؤولين السعودية نفسهم قالوا أنه أي تدخل بري سعودي سيكون في إطار التحالف، وبالتالي هذا يحتاج إلى ضوء أخضر أمريكي، مش بس ضوء أخضر، يحتاج إلى دعم وغطاء جوي وإلى آخره. واشنطن بكل بساطة مش مستعدة أن تخوض معركة مع روسيا من أجل تأمين غطاء جوي لقوات سعودية بسوريا. أنا بعتقد أنه هذا كان طرح إعلامي بدرجة أساسية، يستهدف إنتاج يعني ديناميات مغايرة ولو عن طريق يعني التعبئة، وما بعتقد حيجيب نتائج ملموسة. قد يكون هناك مشاركة للمملكة العربية السعودية، وعلى كل حال هذه الحديث فيها متشعب لأنه إلى نتائج قريبة المدى ونتائج بعيدة المدى. السعودية تطمح من خلال أي مشاركة بالحرب على داعش أنها تقول أنه نحن لا علاقة لنا بإنتاج مظاهر تطرف، ولكن على المدى المتوسط أو البعيد هذه في إلى مخاطر، لأنه يعني الاصطدام المباشر بداعش بين الرياض وداعش هذا قد يخلق قدرة لداعش على استقطاب أو خلق حالة استقطاب داخل المملكة العربية السعودية. مجتهد المغرد الشهير من تغريداته مثلا حول الموضوع قال أنه هناك من قال المستشاري محمد بن سلمان، من قال له أنه سينشق عدد من ضباط الجيش إذا رحته، ولم يأبه لهم ولا كذا. يعني ولكن حتى سواء كان هذا تخوف أنه هيك يصير، يعني سواء كان على سبيل السخري أو غير السخري، بس أنه المغزى من الحديث أنه ليس هناك تهيئة كافية تسمح للجيش السعودي قوات المسلحة السعودية أن تخوض حرب حقيقية ضد داعش على الأراضي السورية، فما ذلك
بالموجودين من القوى الأخرى داخل سوريا. صحيح. بصحيفة الشرق الأوسط، خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد يعزون أردوغان في ضحايا التفجير الإرهابي، تحرك تركي ضد الأكراد والمواجهة في أعزاز. وننتقل من صحيفة الشرق الأوسط لصحيفة البناء. عنونة البناء: تفاهم روسي أمريكي رادع لتركيا، والسعودية ترهن تدخلها بقرار واشنطن. معارك أعزاز وإدلب، نقل مسلحين وغطاء ناري، آخر حروب أردوغان. الانتخابات البلدية تشكل هاجس الحريري الأول والهم الرئاسي إلى حزيران. معقول تتأجل الانتخابات البلدية؟ لا، الانتخابات الأهم، الرئاسة هون أصلاً، الرئاسة الملف يعني الانتخابات الرئاسية، رئاسة الجمهورية. إيه طبعاً وارد جداً لحزيران، وارد. إيه بس كمان هونيك الحريري متخوف. المشكلة إنه يعني الانتخابات البلدية عم نحكي. إيه يجوز كمان. مشان هيك عمل اتصالاته بطرابلس وبشمال مع رئيس مئاتي، ولا الاتفاق على بلش التراجع يعني احنا ما يكون في تراجع كبير بصفوف قاعدته يعني بشمال. ايه وهو المشكلة انه بالنسبة للأوقات الاستحقاقات لأنها مربوطة بجملة من الاعتبارات والملفات، تأجيلها وارد جدا. بعنوان صغير كمان بمحليات البناء: الوفاء للمقاومة لإعادة التفاوض مع قبرص لتصحيح خطيئة 2007. بس حتى نشير لها. هلا رح نروح للكاريكاتور يلي كان او موجود اليوم بصفحة النهار. مثل ما عم نشوف نحن وياك ماشيين بسقية المي، الترحيل، رحنا رجعنا على المطمر وحاروا داره ورجعوا لذات الوصف. مثل ما كنا عم نحكي حلقة مختلفة، نفس الحلقة. أرمان حمص يعني بربيع بتكتب بصفحة رأي بسفير، شو رأيك اليوم يلي عم يصير؟ بلبنان ولا بالمنطقة ولا وين؟ بلبنان، خلينا بهالوضع اللي هو كتير يعني نحن بدينا اليوم. انت وين شايف أدق شيء هلا؟ لبنان أو المنطقة؟ بتعرفوا الفكرة هي انه سابقا يعني لحد 2011 لبنان كان هو أكتر ساحة مترهلة هيك، اللي كان فيها تصفية حسابات، اللي كان فيها اللي بسموه البروكسي وورز، الحروب بالوكالة. نحن هلا برغم كل المساوي على الأقل بالوضع الأمني، من ناحية الوضع الأمني نحن يعني أثبت من محيطنا. ولذلك لما الواحد يسأل إنه وين الأداء، لبنان مش هو أداء حلقة. لبنان هو البلد اللي بعده ماشي على الحبل أو ماشي على الخيط، إذا بتلقى الصدمات وبتكون النتيجة فيه. هذا اللعب يلي بيصير بين لحظة ولحظة، ما بتعرف إيه ساعة بيقلب. إيه بس الفرق إنه بين المراحل السابقة والمرحلة الحالية إنه لبنان منه ساحة قد ما كان بالسابق ولا حق التجارب بالوقت يلي محيطه أصبح للأسف عدد من الساحات يعني. صح صح. بس الحلو انه بالسيرك بحطوا له تحت شبك تيسلقوه اذا صار له شيء ما ينضرب. نحن هون تركينا شبكه الامان. ايه؟ مفقوده يعني ما عندنا شيء نحن. رح نروح هلا للاسرار. كيفك انت والاسرار؟ كاتب شو مره اسرار في جريده؟ لا اذا كاتب ما حقلك لانه سر يعني. نبدا بعيون السفير: ذكرت اوساط عليمي انه فكره اجتماع القياده الرباعيه لقوى ثمانية ادار غير مطروحه اصلا. يجري وزير سابق بين هلالين مشاغب مشاورات لإطلاق حركة سياسية جديدة. عمين عم نحكي؟ مفروض معروف. شكلك ما بتقريه. وزير مشاغب. مش كثير من جماعة العيون والأسرار وال. بالبناء، خفايا البناء: بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أمس سئل وزير بارز عن المداولات والقرارات خصوصا في ملف النفايات، فأجاب: أسأل نفسي أحيانا لماذا لا أزال وزيرا في هذه الحكومة. حلو الجواب. يعني الوزراء وطفح الكيل عندهم من الوضع. كيف ايه بس هيدا يعني هيدا حكي خطابي هاي. بالجمهورية بحياد: تركز شخصية سياسية زحلوية على اتباع منطق الحياد واستكمال سياسة الانفتاح من خلال مشاركتها باحتفالات معظم القوى السياسية. هيدا الحياد موجود عندنا بلبنان، يمشي مع الكل يعني. انا بشارك مع الكل ومع الكل، وانا نائب النفس نحن درجناه بالضبط. نائب النفس يعني بس ما مش الحال.
ما مش الحال أبدا. أسرار الآلهة بالنهار شجع نائب سابق للمحامين إحدى منظمات المجتمع المدني لرفع دعوى قضائية ضد الدولة وضد الوزراء المعنيين بملف النفايات. قد بتنفع الدعوة؟ لا بتنفع يعني نظريا يفترض أنها تنفع بس نشوف. باللواء بفقرة لغز، يتجه وزير من تيار معروف إلى إجراء تشكيلات مدورة في وزارته عشية استحقاق قريب وصفت بتصفية حسابات مع موظفين محسوبين على تيار آخر كبير. تصفية الحسابات وما كان حتى بالوظيفة يعني للأسف، حسب ما عم ينحكى بالأسرار يعني يمكن لما أكيد بس مستند على شيء لما تموت السياسي بمعناها العميق في بلد مثل ما نحن عايشين هلا، يعني في حاله موات بالسياسي، بصير كل شيء على مستوى المايكرو على مستوى الاصغر، وبصير يعني الخلافات ما بيعود الى مغزى، ما بيعود الى فيم، ما بيعود الى مغزى حقيقي. صحيح. عشان هيك مثلا يعني ما هو كمان فلتان الامني يعني بنشوفه باكثر المطرح، ما هذا واحد من مظاهر موت السياسي. اخي عم بيقول ضابط الوضع الامني تمام بيك شو بكون؟ يمكن الوضع الأمني ممسوك شو بكون؟ نحن بدنا نشكرك. شكرا لكم زميلنا ربيع بركات، صحافي وكاتب بصحيفة السفير محرر صحة الرأي. صحيح. يعني نحن بنشكر حضورك معنا، وأكيد رح يكون لنا لقاءات لاحقة، وإن شاء الله يكون الوضع أفضل، ما يكون الصور بمعظم الصحف نفايات، تكون لمت. شكرا لكم، خلينا نشوف الصور كيف رح تكون، مفيد نتابعها كل حال. أكيد. عم تحضر أجندة اليوم؟ عم تقع بكير؟ حبيت؟ بحب البعي بكير ولا لا؟ إذا طالما في قهوة ماشي الحال. أهلا وسهلا فيك مشاهدينا، رح نروح لبريك ومنرجع نحن وياكم لنتابع الفقرة الأخيرة من أجندة اليوم.